ورشة فنية من طراز إبداعي متعدد الألوان، حيث دشنت مجموعة مواهب برئاسة الفنان التشكيلي عبد العزيز ملا يوسف تلك الفعالية للموهوبين والمتميزين في مجال الرسم والخط العربي والتشكيلات الفنية بعنوان ورشة مجموعة مواهب 5 بمشاركة أكثر من 100 رسام ورسامة محترفين. الورشة تندمج تحت إطار برنامج دعم الشباب الكويتي المحددة ضمن خطة التنمية للدولة، وأكيد مجموعة مواهب من الفرق التطوعية المعتمدة، وهو فريق مميز له باع كبير في العمل التطوعي منذ 8 سنوات ويضم ما يقارب من 6000 متطوع. المجموعة استطاعت إثبات قدراتها وجدارتها على احتواء واستقبال مجموعة كبيرة من الفنانين والتشكيليين الشباب، وتعد إحدى الخطوات والركائز الأساسية التي تسعى وزارة الشباب إلى دعمها والتركيز عليها.